الدكتور احمد عبد الستار مرسي استاذ جراحه الاوعيه الدمويه هيئه عمل المستشفيات المعاهد التعليميه. الحقيقه سؤال دايما بيساله لنا المريض اللي عنده مشاكل في الشرايين، هل انا هستفيد من اني احط دعامه؟ هل هستفيد من اعمل عمليه جراحه ما يسمي كوبري او باي باس بين جزئين من الشريان؟ طبعا الكلام ده بيقرره الطبيب. احنا دلوقتي بقينا بنقدر نحط الدعامات، نعمل توسيع بالبالونه بطريقه امنه جدا جدا. مفيش شك ان العيان هيستفيد من وضع دعامه او توسيع بالبالونه علشان نقدر نعيد الترويه الدمويه للجزء من الجسم المنقطع عنه الدم. اي جزء في جسم الانسان ينقطع عنه الدم او اي خليه في جسم الانسان ينقطع عنها الدم اكثر من 6 ساعات هذه الخليه تتموت، وبالتالي لابد من اعاده الترويه الدمويه. الدم ده مهم جدا للانسان او للخليه، هو اللي بيحمل الاكسجين، هو اللي بيحمل المواد الغذائيه اللي احنا بناكلها، هي اللي بنوصل عن طريق الدم، هو اللي بيشيلها ويوصلها للخليه. الخليه بتعمل عمليه اخراج، بتاخد الاكسجين وبتاخد المواد الغذائيه وبتستفيد منها وبتعمل عمليه اخراج في شكل ثاني اكسيد الكربون وما شابه. فلابد من اي مريض ابتدى يشعر بالام نتيجه نقص الترويه الدمويه في اي عضو من اعضاء جسمه بسبب مجهود او من غير مجهود، لابد التوجه فورا لطبيب متخصص، ولابد من اذا الطبيب قرر تركيب دعامه او توسيع بالبالونه لابد ان يستجيب وعلى وجه السرعه. ليه بقول على وجه السرعه؟ لان الوقت هنا محسوب، وكل ساعه تاخير بتفرق مع المريض، بتفرق مع الخليه، الخليه قد تتحمل وقد لا تتحمل، وبالتالي كل ما تاخر الوقت كل ما كانت النتائج اقل، وكل ما كان الوقت والتدخل مبكر كل ما كانت النتائج افضل، والمحافظه على العضو المقطوع منقطع عنه الدم افضل. طيب مريض تاني بيسال هل ده امن؟ ايوه امن، دلوقتي بنعمل طرق امنه، ما فيش شيء من غير خطر. ما بنقولش 100% ما فيش مخاطر، لا في مخاطر طبعا، في بعض الامور وبعض الدعامات بتنجح وبعض الدعامات لا تنجح. السبب طبعا بيبقى التاخر، نمره واحد التاخر في استشاره الطبيب. نمره 2 بعض الشرايين بتبقى فيها انواع من التصلب او التكلس اللي بيمنعنا ان احنا نتعامل معاها التعامل الصح. نمرة 3 لابد ان الطبيب يختار الاختيار الصحيح، هل انا الجأ للتوسيع والبالونه والدعامه او الجأ للجراحه. الجراحه طبعا مخاطرها اكثر شويه من التدخل بالقسطره، لكن ما زالت نقدر نقول انها جراحات امنه بطرق التخدير الحديثه، بطرق الرعايات الرعايات الخاصه او الرعايه المركزه الخاصه الحديثه. الكلام ده خلى الجراحه اصبحت في متناولنا، واصبحت ممكن ان احنا نجري جراحات دقيقه ومطوله بطريقه امنه الى حد كبير. طبعا واحد هيقول لي لا انا مش هعمل العمليه دي ومش هركب دعامات ومش هعمل الكلام ده كله، مين هيدفع الثمن؟ الحقيقه انا بقول ان مش المريض بس اللي بيدفع الثمن، اهله كان بيدفع الثمن والمجتمع بيدفع الثمن. احنا بنفقد انسان مهم عندنا، بنفقد شخص قد يفقد لا سمح الله ساقه او ايده او يفقد جزء من قلبه او يفقد جزء من مخه ويعيش بعد كده مقعد. طبعا المشاكل دي كلها بتنعكس عليه هو شخصيا، بتنعكس على اهله، بتنعكس على مجتمعه. Thank you.